إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكل متتبعي قناة شوف تيفي. كنتواجد دائما معكم في الناظور وبالضبط هنا بكورنيش المدينة، حيث توصلنا قبل قليل ببلاغ مهم بطبيعة الحال ديال وزارة أو عفوا مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن عدد من المناطق ديال المملكة المغربية من المرتقب أن تعرف يوم الأربعاء والخميس رياحا أحيانا قوية وزخات رعدية محلية قوية. وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي أن رياحا أحيانا قوية من 75 كم في الساعة إلى 90 كم في الساعة ستهم عمالة إقليم أظلال أسفي إفران والجديدة والحاجب والحوز والخميسات والدار البيضاء والرباط والصويرة والمحمدية والنواصر واليوسفية وبرشيد وبن سليمان وبني ملال وبولمان وتازة وتوريد وتونات وتمارة والصخيرات وجرادة وخريبكة والرحمنة وسطات سلا سيدي بن نور شيشاوة صفرو قرسيف فاس الفقيه بن صالح قلعة السرغنة مديونة مراكش ومكناس ومولي يعقوب وجدة أنجاد وفيقيق وميدلت ورزازات، وذلك اليوم الأربعاء من الساعة 11 صباحا إلى منتصف الليل. إذن الإخوان هذو هما المدن والعملات اللي غادي يشهدوا واحد الرياح اللي غتكون كبيرة من 75 كيلومتر في الساعة إلى 90 كيلومتر في الساعة. هذه الرياح اللي هي تبارك الله اللي هي قوية، حذاري حذاري الناس اللي كتشتغل في الترونسبور إلى غير ذلك، السائقين إلى غير ذلك، من الناس اللي كتشتغل يعني في لوتوروت في الطريق إلى غير ذلك. فهذه الرياح إخواني أخواتي غادي تكون رياح قوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تدوز يعني تدوز بواحد الشكل اللي هو عادي. إذن إخواني أخواتي كما ينتظر هبوب رياح نسبية قوية من 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة خلال نفس الفترة يعني الأربعاء والخميس في أقاليم الرشيدية تارودانت تيزنيت تنغير خنيفرة زاكورة سيدي سليمان شفشاون وطاطا وقلبيم ووزان. ينتظر أيضا هبوب رياح نسبية قوية يوم الخميس في السهول الشمالية الوسطى والمرتفعات والجنوب الشرقي، وقد تتعدى سرعتها 70 كم في الساعة في منطقة الرحمنة وكذلك منطقة كذلك تنسيفت. وأضافت المديرية أن زخات رعدية محلية قوية ستكون مصحوبة برياح قوية وأحيانا بحبات البرد ستهب عملة وأقاليم أظلال وإفران والحوز والناظور. إذن مدينة الناظور حتى هي ما غاديش تسلم من هذه الرياح ومن هذه الرعدية إلى غير ذلك. بطبيعة الحال هذه النشرة الإنذارية يعني ديال مديرية الأوقاف مديرية الأرصاد الجوية بدات يعني بدينا كنشوفوا حاليا، وحنا هنايا بالقرب من الكورنيش ديال المدينة وبالقرب من البحر هنايا بدينا كنشوفوا أمواج، بدينا كنشوفوا تقلبات في المناخ، بدينا كنشوفوا كذلك يعني بعض المرات الامواج في الليل غادي تقدر توصل حتى لهذه المنطقه هذه اللي كتشوفوا هنايا. هذه المنطقه اللي كتشوفوا هنايا غادي يوصلها يعني هذه الامواج الى غير ذلك. اذا مزيد من الحيطه والحذر اخواني اخواتي، ونسال الله سبحانه وتعالى ان هذه الايام هذه الاربعاء والخميس اللي غتكون فيها رياح ويكون فيها امطار وامطار الى غير ذلك، نسال الله سبحانه وتعالى انها تدوز يعني خفيفه علينا ان شاء الله، وما يكونوش ضحايا وما
ما يكونوش يعني مصائف اليوم هذه. شكرا لكم على المتابعة، وتلقوا معكم إن شاء الله بعد قليل في واحد المكان آخر، في واحد البث مباشر آخر من إحدى المدن المغربية. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.